الحكم ده استهزاء بشعور الشعب المصري واستهزاء بشريعة ربنا، وده موضع يعني موضع تسكين لتأخير الرئاسة، لكن الرئاسة هتكون إن شاء الله وهنحكم عليهم بالإعدام. يعني استكمالا للمسرحية وبعد نتيجة الانتخابات الأولى الجولة الأولى كان متوقع جدا عشان في الآخر نوصل لعفو صحي وباي باي، والمرة دي وإحنا أي كلام بالنسبة لهم. لو شافوه عمره ما هيكسب، لأن هو ده من الفلول ومن أزيالهم ومنزلينه عشان يبرأهم وعشان ما يرجعش الفلوس وعشان يعمل مساومة مع الحاكم العسكري. كل الأفلام ده مفهومة. سجل سجل يا تاريخ، سجل سجل يا تاريخ.